سطيف اختفى من الحارة؟ شلون اختفى يعني شيخي؟ من امبارح ماله مبين، الظاهر والله أعلم طلع برات الحارة من دون ما يحس وضع براتها. يعني هيك شرد لحاله برات الحارة؟ ايه سطيف هذا الأعمى صار بيعرف كل دكاكين الحارة وكل زقايق أزقاء وبيمشي بكل الحارات على العمياني، شلون بده يضيع؟ بجوز دقت خلقه أمره، على كل إن الله يسهل له، بجوز يلاقي أهله أو أهله يلاقوه. والله من امبارح وأنا آكل همه، لأنه مسكين ودرويش وأهل الحارة حبوه وما بقي حدا إلا ودخلوا بيته وكبسلوا أولاده. سبحان الله إنه الله سبحانه وتعالى جعل الشفاء للمساكين من أدعيته. أبو فراس، تعرف لي من هذا الواقف مع الصيف وعطاه مصاري؟ لا والله، أول مرة بشوفه بالحارات، غريب. على خير الله يا سيدي. أهلي أبو فراس، بالسلامة يا حبيبي. الله يخليك. صيف، وحدوه. لا إله إلا الله، مين هذا اللي كنت واقف معه وعطاك مصاري؟ عرفتك شو ما عرفتك انت الحرامي. اول مره مصاري هذيك المره سمير. عرفتك انت يا حرامي. انا بورجيك. لا يا هلا بورجيك. لا شو بيعرفني خليفه قلت لي اوعي الشاشات. هذا اللي خلصني المصاري هذيك المره. هذا ابو سمير اتركه بقى. انا بورجيك. روح الله معه. روح. شو يلا يا شباب، كل واحد يروح على سبيله. الله معكم، يلا اتحركوا. شو القصة أبو سمير؟ شو في بينك وبين سطيف؟ ما في قصة ولا شيء. أبو عصام خبرني مشان آخذ بالي وراقب كل غريب بيدخل على الحارة. من شوي شفت سطيف واقف مع واحد ما بعرفه وعطاه مصاري، ولما سألته عنه دبقني. ما بتعرفه ابن إسحاق؟ أنا كل ما بيجي لعندي على الدكان بلعوه. الله وكيلك ما كان هيك، لك قاعد عندي آكل شارب، شو صار له ما بعرف، يعني معقول ما يعرفني؟ أخي هذا على البركة. ما شفته من يومين لما اجى على الدكان لعندي واخذ سحاره بندوره ونزل فيه تفعيس، ما خلى ولا وحده سار. نعم شو بهم سلم عم يركض؟ ما رمى السلام كمان؟ الله اعلم. تعال تعال حتى نشوف. تعال الا تعال. دير بالك على الدكانه يا ولد. يا عيون يا حنون يا جنون تغرم ترابك من جدودي هواك معبودي انت اللي بتزودي وناسك سلام ترابك من جدودي هواك مع عمى. والله لما حد حدا مرق من هون. شو مني شو عم بتخيل انا؟ والله بجوز. في صوت. العمى شو يكون؟ يا شي كلب يا شي قط. اكيد كلب اختفى بسرعة. لأني لا اكيد هالمرة في حد عم يحوص بالحارة. لا وبعد نص الليل ما بده حدا يشوفه. العمى منو؟ Thank you.
الصراحة. لك مين عم يلعب معي هاللعبة هاي؟ لك شفت الخيال بعيني. لا يا ابو ماجد انا اوعى لك عبده تكون انت اللي عم تمزح هالمزح مع عمك ابو ماجد. اه يا معلمي انا ما عندي هيك حركات ولدني اصلا. هالمزح انا ما بحبه بنوب بنوب. ابو ماجد ايدي على راسك والنبي كباسك. في شي مره واحده بس مزحت معك هيك مسحت ايد. لا والله بل اذا مو انت مين اللي عم يطلع لي بالليل؟ هالحاله كم مره صارت معك؟ هاي تاني مره زعيم. وهي عم تصير هذا ما بيجي غير بعد نص الليل بيمرق بقى انتو الخطافين الزقزوع هيك هيك تقول والعياذ بالله شي جني. ومعلومك انا رجال كبير يعني ما بقدر اركض ما قدرت حصبه. شي منو الجني هذا اللي عم يفحي بحارتنا؟ لا وعم يرقد فيها مزقال ازقال. معقول يكون ابو سمعو؟ ابو سمعو شو جابوا عبالك هلا؟ ما بعرف يا زعيم ليش طلعت براسي هلا هالدباجه انه اذا كان هو اللي سارق ذهبات ابو ابراهيم وراجع يتسرسب بالليالي بين الحارات منشان يطالع الذهبات من غير ما حدا يشوفه. ايه بيطالعهم بالنهار. النهار له عيون الليل استر له بس الظاهر ما زبطت معه اللعبه. شلون؟ بركضا كان عم يجرجر ابو ماجد ليسحبه بعيد عن باب الحاره ويشمع الخيط بالذهبات بس الظاهر اللعبه ما عم تكمل معه. لقلك ليش؟ اول باشتان ابو ماجد ما بيقدر يركض. ثاني باشتان أب ماجد لم ممكن يترك باب الحارة منو. بس يا عقيد يا عقيد أب سمعوا رجال كبير وما حمله يركض كل هالركض مثل ما عمول أب ماجد. مين قالكن أنه أب سمعوا ما بيقدر يركض؟ إيه عليه إيد مثل المخباطي بيضرب الحيط بيهده. معناتها أب سمعوا هلأ موجود بالحارة. لك وين بده يكون؟ أكيد متخبي ببيته. إيه وشو حلتها؟ شو الحل؟ والله ما في غير نفتش بيته. إن بعض الظن اسم يا جماعة. الشغلة مو شغلة ظن يا زعيم. في شي عم بيصير بالحارة ولازم نعرفه اليوم قبل بكرة. إذا كان أب سمعو عن جد متخبي ببيته معناته هو اللي سارق ذهبات أبو إبراهيم والسارق لازم ينال جزاته ولا شو؟ خلص روح أنت وأبو قاسم وأبو عصام ولا تنسوا تاخدوا معكم مزكي مشان تفتشوا الحرم لك. على راسي زعيم. يا الله شرف أخي. شرف أبو عصام. الله معكم مع السلامة. وانت يا ابو ماجد انا مبسوط منك كتير كتير كتير. بدي اياك تدير بعرق على الحاره. مزبوط هذا واجبي زعيم وعلى عيني وراسي. يلا السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معقول يا ابو سمعو؟ بيصير قال عيش كتير تشوفه.